اللهم لك الحمد أن بلغتنا رمضان، فاحفظ بفضل أيامه المباركة أمهاتنا وأبائنا، ولا ترينا فيهم أي مكروه برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم احفظ قلوبهم وصحتهم وأطل عمرهم، وارزقهم فوق عافيتهم عافية، واسعدهم سعادة لا تزول ولا تفنى. اللهم زدهم مكانة حين يركعون، وزدهم محبة حين يرفعون، وزدهم إخلاصا حين يسجدون، وزدهم توفيقا وتيسيرا، ولا تحرمهم جنتك يا أرحم الراحمين. وصلى اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا.